مشاهدينا من كل مكان، السلام عليكم. حلقة جديدة من ستات دوت كوم، وطبعا النهاردة هيكون كلامنا استكمالا للحلقة بتاعت المرة اللي فاتت. يا رب ما تكونوش نسيتوها. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الحموات، النهاردة هنتكلم عن علاقة من أكتر العلاقات الشائكة، وهي علاقة السلايف ببعض. بيقولوا لك إيه بقى؟ بيقولوا لك مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت، علشان يوضحوا مدى غيرة السلايف من بعض. الحقيقة ان الناس بتوع زمان دول ما كانوش بيقولوا اي حاجة كده وخلاص، بالعكس كانوا بيبقوا عارفين المثل ده بينطبق على ايه. علاقة السلايف ببعض ممكن توصل الغيرة، على الرغم انها غيرة ما بين اتنين ستات عادية جدا، الى انها ممكن تخلي اتنين اخوات يتقطعوا مع بعض طول الحياة، وتطلع كمان جيل كاره بعضه بدون سبب، لمجرد غيرة ستات. تواصلوا معانا في موضوع حلقه النهارده، وقولوا لنا علاقتكم مع السلايف عامله ايه. وخلوني ارحب بضيوفي جمال جدا. مدام ايمان لطفي، ازيك؟ اهلا وسهلا نورتينا. بحضرتك. اهلا طبعا وسهلا بحضرتك. معانا نجمه النجوم خاله نفتالينا اللئيمه، منورانا يا خاله. مساء الخير عليك، ربنا يسترها معانا يا خاله. هنتكلم النهارده عن السلايف. انت سلفه؟ اكيد. بصراحه كده، علاقتك ايه بسلفتك؟ بصي، اول حاجه اقولها مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت. مش غارت، دي تاهت. تاهت ليه بقى؟ ايوه، لان الضراير راجلهم واحد، ايوه، لكن السلايف دي ليها راجل ودي ليها راجل. طب مش الطبيعي ان الست بتغير من ضرتها؟ دي اكتر حاجه في الدنيا ممكن تخلي الست تغير، بس ان يبقى ليها الخير ضرر. بيعم عليهم هم التنين، لكن دي ليها خير ودي ليها خير، ودي ارزاق بتاعت ربنا. نعم بالله. بس هم السلايف واحده منهم تخش عند سلفتها مثلا، تلاقي عندها عيب، تجري على اهل جوزها، زغر تزف لهم العيب اللي عندها. ما تعرفش ان زي ما ليها لسان بيتكلم على سلفته، في ناس برضه ليها السنه هيتكلموا عليها. صحيح. وهي فرحانه ان هي بتودي خبر لاهل جوزها ان 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 هم يعني جابت لهم، عملت فيها المحقق كونان كده زي ما بتقولوا كده يا مصاروي. لكن هي هم كسبوا من وراها ان هي جاسوسه مجانيه ليهم، وهم بيحسسوها انها بيحبوها لكن هم مش بيحبوها. طب ده رايك انت. مدام ايمان ست من الناس اللي يعني عايزه اقول ممكن يبقى في ود في العلاقات شويه، اعتقد في حياتها، مظبوط كده، هو تحاول ان هي توازن السلفه ازاي، حتى لو علاقتي بيها مش لازم تبقى كويسه جدا، بس على الاقل نتقي شر ان احنا نتعامل مع بعض بطريقه سخيفه. هو كانت المشاكل بتحصل زمان لما كانت البيوت بيت عيله، وكانت السلاف بتبقى قاعده كل واحده قاعده في دور، او كل واحده قاعده في شقتها، دي جوزها كويس معاها وحنين ومتفاهم، التانية يمكن يكون جوزها عصبي شويه، فمن هنا كانت بتيجي الغيره. الحما بتلاقي مثلا مرات ابنها دي كويسه ومطيعه ليها ومؤدبه وصوتها واطي وهاديه، وبتتعامل معاها بحنيه شويه، التانية يمكن تكون منفعله حبه. فكانت تغير، ده مامتك بتعامل مرات اخوك احسن مني، اصل بتحب اخوك اكتر منا. فمن هنا كانت بتيجي المشاكل. لكن في الوقت الحالي الاكثريه والاغلبيه كل واحد في بيته في شقته، كل واحد في منطقه شكل، بس بيبقى برضو ما زالت العلاقه شائكه ما بين في السلايف. في سلايف، في سلايف بتغير من بعض، بتغير من بعض حتى غيره، لو مش في بيت عيله على فكره، حتى لو مش في بيت عيله، بس كانت الاغلبيه المشاكل الاكتر كانت زمان. صحيح. انما دلوقتي في متواجد، في سلفه بتغير جدا من سلفتها، غيوره جدا. وبس المفروض بقى احنا بنقول ايه؟ بنقول ان العلاقه بينهم لازم تبقى طيبه من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاخلاق والدين. طب ما هو انا ازاي اخلي العلاقه يا خاله نفتالينا طيبه مع سلفتي، حتى لو هي بتعاملني معامله انا مش حباها، ازاي انا ممكن اتجنب ده؟ بص، هو الرك على الراجل. الراجل واخوه لازم يفهموا ان 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 هو سنده مش مراته. ربنا قال ايه لما سيدنا واحد من الانبياء قال ايه؟ شد عضدك باخوك. صحيح. مش بمراتك ولا بعيالك. فهو المفروض لو هي هتعمل مشاكل، وده هيعمل مشاكل، اخواتي يتفقوا مع بعض يعملوا ايه؟ خليك انت قاعده في دارك، وانت قاعده في دارك، وياخد عياله، وده ياخد عياله، ويتلموا مع بعض. بس ما تروحش عند امها ولا عند اي حد. لا بس انا شايفه بصراحه، بصراحه يعني انا المفروض محايده، بس انا شايفه ان انا اتجنب الزوجه دي حاجه اكيد هتزود المشاكل اكتر، صح ولا ايه؟ هم المفروض ان الحما يعني واحد حماها وحماتها هم اللي يخلوا يعني يكونوا مربين اخواتهم
زي ما خالة نفتالينا قالت ان هما الاخوات تحب بعض وينقوا النسب من الاول وينقوا الزوجات من الاول من بيوت ما هي دي متعلمين، تعتبر زي بحيث ان عقاب. هما بحيث ان هم يعني يخلوا الاخوات ما تكرهش بعض مهما حصل، يعرف زوجته ان مهما حصل ولو مره واثنين وثلاثه اتكلمت ودخلت في مواضيع وقالت وعادت وبتاع وهو ما سمعش خلاص انتهى الامر، هتعرف ان مفيش فايده. ما هو ده يعتبر صح، هو يعتبر زي ما هي ما قالت كده يعتبر عقاب. دي قاعده في دارها ودي قاعده في دارها، لما تلاقي جوزها وعيالها ملمومين مع بعض مع اخواته هتقول لك انا اللي خسران. ما يتجاهلوهاش ما يتجاهلوهاش، يدخلوها في اسرتهم ويعرفوها الطبع بتاعهم، والرجاله تكون ليها كلمه ان تعرف ان اخوه خط احمر، صحيح. اخواته خط احمر، خلاص هي من لان نفسها. المشكله كمان ان بيطلع جيل كامل كاره بعضه، يعني اجيال بقى بتطلع كاره بعض ولاد بسبب العم بيزعلوا مع بعض وبيكرهوا بعض. لو ما لقيتش حتى في سلفتها عيب تقوله هتمسك العيال، ابن عمتك ولا ابن عمك اشطر منه، مظبوط. احلى منك، مسوي عنك، تخلي العيل الحاجات يكره. دي بتولد كراهيه، يكره. صحيح. ما ينفعش الحاجات دي الكلام بتولد الحديد كراهيه، ده ما ينفعش. صحيح، يعني فعلا ممكن، وممكن بيحصل مشكله كبيره جدا ان لو واحده لقيت ان مثلا عيل ابن سلفتها ضرب ابنها مثلا تعمل مشكله كبيره، ده ممكن كمان تضربه او تعاقبه بطريقه معينه، تضربه انتقاما من امه، من ام تقول لك دي جميله دي حلوه، جمالها وحلاها نفسها. والحما لو عملت واحده احسن من التانيه ايوه بتولد كراهيه، صحيح بتولد كراهيه. طيب خلينا ناخد التليفون، سلوى معانا من البحيره. الو يا سلوى. ايوه السلام عليكم. ازيك يا سلوى؟ وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا سلوى. ممكن اشترك معاكم في البرنامج؟ طبعا نورتينا، اتفضلي. انا معاها جدا، خلي بالك في الكلام السلايك ده والغيره والكلام ده كله. وكمان احنا كمان انا كنت متجوزه مع سلايك وكده، فعلا الغيره دي طبعا موجوده فعلا. وبصراحة ما كناش مرتاحين مع بعض يعني. انتي وسلفتك يا سلوى؟ ودلوقتي كل واحد قاعد لوحده. كل واحد قاعد لوحده دلوقتي. وما بتحاولوش ان انتوا ما تعملوا تجمعات عائلية وتجمعوا الولاد مع بعض؟ اتفصلتوا خالص؟ والله لا، الولاد والله بيلعبوا مع بعض على طول، بس احنا ما مش قوي يعني مع بعض. طب يعني ولو سمحتي يعني انا عندي حماية، انا متجوز يعني واحدة تانية غير حماتي. ايوه. فبتعاملني وحش خالص، انا بعملها كويس هي بتعاملني وحش. يعني هي مش حماتك وبتعاملك وحش؟ والله مش عارفة ليه، مع اني مش قاعدة معاها. طيب يعني مش عارفة اقولك هي ايه، بس هي انا اعتقد ان عايزة هي محدش ليه عند التاني غير المعروف، يعني هي مش حماتك. تمام، حتى لما كنا قاعدين مع بعض برضه كنتش كويسة خالص معايا والله. هم. والله انا مش شكرانيه في نفسي، انا والله ما كنت بعملها وحش خالص. سلوى طبعا انا يعني عايزه اقول لك ان مهما كانت العلاقه ما بينك وما بينها سيئه، هي ملهاش حاجه عندك ولا انت ليكي حاجه عندها غير بس المعروف. اذا كانت بتعملك كويس، اعتقد صح كده ولا ايه يا جماعه؟ طبعا بتعملها كويس، يبقى في ود، لكن ما بتعملهاش كويس يبقى خلاص ينفصلوا في المعامله، ينفصلوا في لكن المعامله، ما ينفصلوش في العلاقه اللي هي مش حماتها. هي بتقولك هي مش حماتها، عشان هي خاطر متجوزة حماها. حماها. تمام؟ عشان خاطر حماها تخلي العلاقة طيبة ولكن سطحية. صحيح. شكرا لاتصالك يا سلوى، وحاولي زي ما سمعتي مدام بتقولك خلي العلاقة سطحية في أضيق الحدود، مظبوط كده؟ لكن ما تعملش خصام، يعني ما تعملش خصام، ما تعملش انفصال تام. صحيح. عشان علاقة ولادها بجدهم. كنا بنتكلم عن الولاد الصغيرين وإن إزاي ممكن أم تعاقب الست اللي بتغير منها في ابنها. ان هي تنتقم في ابنها، يعني انا يعني بعتبر دي حاجه بشعه قوي، يعني دي تعتبر من التربيه، هي اساسها في الربايه حكتها. اكيد امها شافت عيوب من سلايفها من شمال من يمين، فالبت طلعه واخده طبع امها في الحاجه دي، فعندها كده حاجه غل كده جواها من اللي امها غرزتها فيه، لان هي شافت كده. اللي ما شافش حب، قصدك انها مش هيقدر يدي حب عشان هو ما شافش حاجه حب. مش بعين طبعها. يعني الطبع اللي جوا بيطلع على العين. انا طبعي وحش، شايفاكي وحشه مهما سويت. لا انا حلوه. انا حلوه، لا مش وحشه. ناخد رضا. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام يا رضا، اهلا بيك. ازيك يا استاذه نفتالين، عامل ايه؟ الحمد لله. اتكلم يا رضا، احنا سامعينك. ايوه يا استاذه، الناس اللي هي
بتغير بت الناس اللي هي بتغير من واحد بيتكلم مراته او يتكلم خطيبته او يتكلم زوجته، ده مش ده الكلام ده مش ممنوع عندنا. كل واحد بيتكلم اللي هو عايزه، بس مفيش حد بيغير. البلد اللي انا قاعد فيها محدش بيغير على حد، وناس هنا كويسين، ناس هنا حلوين، ناس انتوا ناس طيبين يا رضا. احنا بنتكلم على الناس اللي ممكن يبقى فيه غيره ما بين السلايف وبعض، لكن انتوا ناس طيبين، ويا رب كل الناس كده يكون زي اللي عندكم. ناخد اتصال. الو، ام احمد من الفيوم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ام احمد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، نورتين. منوره انت والاساتذه اللي معاكي. الله يخليك يا رب. اولي مختلفه معاكم شويه. مرحبين طبعا باختلاف وجهه النظر، اتفضلي قولي وجهه نظرك. هو انا كنت انا وزوجتي في بيت واحد، احنا 15 سنه مع بعض، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، بنلبس هدوم بعض. يعني كانت كانت العلاقه ما بينك انت وزوجتك، طلعتوا اسرار بعض، ولما اتخانقتوا مع بعض؟ لا لا لا، ما كانش في خناق. وعلى فكره حتى لو في خناق ما فيش بيت خالي من المشاكل. اكيد. وانتوا دلوقتي وانتوا دلوقتي مع بعض لسه يا ام احمد؟ يعني انتوا دلوقتي لسه؟ لا خلاص، احنا اولادنا كبروا بقى وانعزلنا عن بعض ما شاء الله. يعني ولغايه دلوقتي العلاقه قايمه ما بينك وما بينها؟ تمام زي الفل. اولادهم ولادنا واولادي اولادهم، وفي الفرح مع بعض، وما بنسيبش بعض في حاجه ابدا. هو ده الاصل الطيب اللي احنا بنقول عليه. وعلى فكره الجوازه بنتي برضه بس شايف كده، هما فعلا مش عايشين مع بعض، بس يعني هما اخوه، والله اخوه. يعني هما الاثنين بيتعاملوا مع بعض برضو كويس، يعني سلايف وعلاقتهم ببعض كويسه. عشان شافت امها كده. على فكره ده الاربع سلايف يعتبروا اربع اخوات في بيت. ما شاء الله ما شاء الله. هي دي العلاقه الايجابيه اللي احنا بنتكلم او اللي احنا بنسعى ان المفروض الناس توصل لها. هو ده اللي احنا عايزين التارجت بتاعنا، ان فعلا العلاقه ما بين السلايف وما بعض، حتى لو في سنه غيره، حتى لو في اختلاف وجهات النظر، لازم علاقتنا ببعض علشان الجيل اللي طالع ما تبقاش سيئه. شكرا لاتصالك يا ام احمد. و هي شافت كلام مظبوط. شافت امها ايه؟ شافت امها ايه مع سلفتها؟ هو ده الكلام اللي انا كنت بقوله. وانا بقول برضه، انا بقول برضه التربيه والاخلاق. طب احنا خلاص، انا بقى عديت مرحله التربيه، لان انا خلاص دلوقتي قدام امر واقع. اتنين سلايف غيرانين من بعض، بيعاملوا بعض معامله سيئه، المفروض كده الاخوات ممكن يحصل ما بينهم قطيعه رحم. ما بتحصل، بتقول له اخوك جال، امك ادت اخوك ادت. أيوة. ممكن يتخانق مع اخوه، يتخانق بس بالليل، وحياه من نبى النبي نبي بالليل هيبص عليها ويفتكر اخوه لانه من لحم ودم وهيكرهها. صحيح، عندك حق. بس الرك بقى على البيت الجديد اللي هم راحوه، اللي هو بيت الحما وحماها وحماتها. طبعا لازم يكون في كمان مساواه، لهم دور في يبقى في مساواه وفي معامله طيبه وفي توجيهات. مظبوط، ما يبقاش في عنف وهجوم. خلاص ناخد اتصال من ام محمد. ايوه. الو الو الو. ايوه محمد، ازيك؟ الو. ايوه سامعينك، اتفضلي. والله بصي، انت عامله الاول؟ انا كويسه الحمد لله، انا زي الفل، انت ازيك؟ الحمد لله. طيب دايما. دلوقتي انا سلفتي مش حلوه معايا من ساعه ما اتجوزت، وهي مش حلوه معايا. مين الاول اتجوز الاول، انت ولا هي؟ لا هو انا اخر واحده، انا اخر واحده سلفتي. انت اصغر واحده يعني، اخر العنقود. احنا ثلاثه يعني، واحده حلوه الوسطانيه حلوه معايا من ساعه ما اتجوزت. انا متجوزه بقالي سنه ونص. وهي مش حلوه معايا يعني، مش جت حتى قالت لي الف مبروك يوم الفرح ولا كده. طب انت ما حاولتيش تعرفي ايه سر تغيرها معاكي؟ هي كده. طب هي كده مع سلفتك التانية برضك؟ هي احنا الاثنين مش بنكلمها. طب يعني يمكن هي غيرانه يا ام محمد من ان انتوا علاقتكم ببعض كويسه، وحاسه ان هي اوت او ان هي مش موجوده معاكم في العلاقه، فغيرانه ان انتوا كويسين مع بعض. يمكن ده سبب اللي مخليها هي روحت عليها. من ساعه ما اتجوزت وهي كده. لا هي بتقول لك من بدايه الجواز هي ما جاتش. بتقول لك من بدايه الجواز ما جاتش، مش جات حتى في الشبكه بتاعته وقالت لي الف مبروك، ولا طلعت لي حتى على المسرح وقالت لي الف مبروك، ولا جت كده يعني. طب بصي انا هقول لك على حاجه، احنا مش بندافع عنها، لكن احنا بنديكي احتمالات. مش بنكلم بعض. كده احنا بنديك بقى مثلا تقعد تلقح
عليا وتكم السكانسه وترميها قدام شقتي وتنضف تراب على الغسيل بتاعي. لا كده كتير، ترمي تراب كتير قوي والله العظيم. يبقى انت تعامليها بالحسن بالبيئه اللي انت جيتي منها. بصي انا تقبلي السيئه بالحسنه. ماما اتدخلت وقالت كلميها وقلت لها ماشي واتكلمت وكده. كلمتها وبعد ما كلمتها بعد ما تخليني انشر والله العظيم تروحي جنب مكتب تراب كتير على الغسيل بتاعي وتكون في الكنسه تحطها على قدام الشقه بتاعتي. يعني ملهاش اي حسنه في حياتك خالص؟ ملهاش اي حاجه كويسه عملتها معاك تفتكرها لها؟ لا خالص. ملهاش كبير، ملهاش كبير تروحي له؟ ما شفت منها اي حاجه حلوه. لو شفت منها حاجه حلوه هعمل قطر لحساب العيش والملح، اقول دي كانت بتجيب لي كذا وكانت بتعمل لي كذا، مش هزعل منها. انت ليه كلامك معاها على طول؟ فين راجلها؟ ايه؟ فين راجلها؟ والله جوزها راجل محترم، وحماتي تبقى خالت اخت ماما، حماتي حلوه معايا وحلوه مع الكل، مش بتعامل واحده احسن منها. معلش لا مؤاخذه، لو ليها راجل هيحكمها مش هتعمل كده. هو جوزها غلبان ومحترم. بس هي مش عارفه مالها والله. انا بحاول ان انا اطلع من البيت واسيبه لهم. شكرا لاتصالك يا ام محمد. اسمعينا علشان انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش هقول لها ان هي تحاول تعملها بالحسن، احنا مش ملايكه يعني، اكيد انا هيجي عليا وقت وانفجر من الغيظ، لكن انا عايزاكي تعملي حاجه مش تعمليها بالحسن، تواجهيها وتساليها سؤال واحد مباشره، انت بتعملي معايا كده ليه؟ انا زعلتك في ايه؟ وبس. صح. اعتقد اصل انا يعني مش هتفضل مفيش حد وحش على طول ولا حلو على طول. ما انا عايز اعرف برضو استر، يمكن هي غيرانه، يمكن بيصدر منها حاجه هي مش قصدها وبتزعل مثلا التاني. مثلا إيه؟ يمكن هم لو حاولوا ان هم يتصارحوا مع بعض وكل واحد يفتح قلبه للتاني. لازم السلفه تفهم ان السلفه اللي معاها دي مش ضرتي، دي اختها التانيه. صحيح. هم بيبصوا لها ان دي ضرتي، هتاخد مني جوزي حلوه جميله، ما تبصيش لحلاها ولا لا مش ولا موضوع الحسنين. تاخد من لا العطف. بيحصل كده في بعض البيوت، ما احنا في دنيا، ما الدنيا ياما تشوفي فيها. بس انا اعتقد ممكن يكون برضو في مشكله ما بينها وما بين جوزها، يعني ممكن تكون السلفه دي عندها مشاكل زوجيه فمخلياها مكبوتة، مش متقبله انها تشوف اي حد. مثلا حلوه جوزك حلو معاكي، هو جوزها قاسي شويه عليها، سلبي شويه، الحاجات وارد. دي تعمل لها مثلا تعزمها في مره على حاجه حلوه. لا انا شايفه احسن حاجه بعد احترامي طبعا لرايكم انها تقول لها انت زعلانه مني في ايه. طيب يا ترى ده راي ام محمد معانا. الو 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 الو, ألو. ايوه 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 اتفضلي. انا محمد، انا وسلفتين مع بعض بس زي اكتر من الاخوات. ما شاء الله. والله اكتر من الاخوات ما شاء الله. بس اصلا المشاكل بيجيبها مش السلايف. امال ايه بقى؟ لا بتجيبها ام الجوز الواحد اصلا. الحما يعني؟ ايوه. مش قاعده برضه من واحده مثلا؟ مش قاعده. أيوة مش بتبقى عامله عدل بين دي ودي. دي فعلا مشكله من المشاكل اللي ممكن، لا عدم المساواه. هو اي اي تفرقه وعدم مساواه بيولد. طيب وهل حماتك بتعامل حد فيكوا احسن من التاني فالتاني بيغير لا مثلا؟ لا طبعا، هم احنا التاني بتعاملنا زي بعض. بتعاملكوا حلو ولا وحش؟ زي الفل. طب الحمد لله. وزي الفل دي انا مش مرتاحه لها ده بجد. الو محمد قفلت. طيب معانا اتصال من سلوى تاني. ايوه سلوى. ايوه السلام عليكم. انا ما كملتش كلام حضرتك. اه اتفضلي. حضرتك اللي انا كنت بكلمك دلوقتي عن سلفتي من سلفتي. ايوه معاكي. حضرتك انا مرات حمايه بدا احاول ان انا اكلمها وهي لما ما بتقدرش تكلمني. بتحاولي تكلميها وهي اللي مش عايزه تكلمك. وهي اللي مش عايزه تكلمني، مع اني ما عملتش معاها اي حاجه والله. طب انا عايزه اسالك سؤال، موقف جوزك من الموضوع ده ايه؟ ما هو اكيد لازم يكون هو برضو ليه موقف، موقف جوزك انت من الموضوع ده ايه؟ حضرتك والله هو بص هو شايف بيقول لي انت غلبانه وما بتعملهاش حاجه ومش عارف هي بتعملك كده ليه. طب وحماكي بيعاملك بقى وحش زي مراته ما بتعاملك ولا ايه؟ ومع سلفتي حمايه عايمه على عم الثانيه. شوفي يا ضنا، تهادوا تحابوا. نعم. تهادوا تحابوا. يعني حضرتك ما بتعمل ما فيش حد ما تقعدي تهادي فيه وتقولي له كلمه حلوه هيفضل كده على طول. جربي. والله العظيم بحاول اكلمها زي ما هي بالها طويل في الاذيه، خلي بالك طويل في الحسن. مش هتستجيب مرتين ثلاثه وهتستجيب الرابعه. ربنا يعلم. يعني عايزه قوه تحمل منك شويه. والله بقول لك والله العظيم بحاول وهي اللي ما فيش فايده. ربنا يهديها لك. ربنا يهديها لك يا سلوى. بس يعني هم قالوا كلام مدام ايمان وخاله نفتالين قالوا
حاولي انك انت تطولي بالك عليها، بيقولوا لك هدوا تحبوا ممكن تعزميها على حاجه، تجيب لها حتى يعني هديه لو بسيطه. وارد انها تكون حاسه بالغيره، وارد يكون مثلا الضغط المحطوطه فيه بسبب انها زوجه تانية او حاسه انها مكروهه بيخليها تعاملك المعامله دي. معانا مين؟ معانا ام حمدي، اتفضلي. الو، اهلا وسهلا بيك يا ام حمدي، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ام حمدي، ازيك يا ام حمدي؟ كويس الحمد لله. دايما يا رب. انا كنت عاوزه اقول مشكلتي، انا من زمان متصل بيكم من يطلع 15 والله. اللي هي بقى؟ الو، سامعينك، قولي ايه مشكلتك؟ المشكله بتاعتي مش في السلايف، السلايف حلوه وتعتب كويس، المشاكل في الحمي، وما يكون كمان اخوات الجوز الرجال ما يكون يخربوا على الوحده. يعني اخوات جوزك معاملين لك مشاكل، صح كده؟ اي اخوات جوز، لدرجه ان خلى يخطف 3 عيال، انا افتعاجه في المنصوره خطفهم مني، وهم اتعصيه علي، تقول له دي كانتش ليك، احنا كناش موافقين بيه، يعني غلط غلط، يعني عيب كده. وانتوا ما بينكم ما بين بعض ولاد؟ 3 بنت وولدين. يعني انت عندك ولاد، فخلاص المفروض هم يتقبلوكي، وانت بقيتي امر واقع انت وولادك كمان، فالمفروض يحترموا العلاقه دي. لا، هي خدت جت شقتي بحري في المنصوره، وواخده 3 عيال، ومكرهاه فاي، وجوزي كان يحبني انا وانا نحبي، يعني مش عارفه هي ليه هو يتبع اخواتي، ليه يتبع اصلا، حتى التليفون بتاعها ما يرضى يرن عليه ولا يسمعني صوت عيالي، ليه 3 اشهر خطفهم مني. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت، طب انت علاقتك بجوزك كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه الحمد لله، بس هم كانوا ما يسلطوه، وهو من النوع اللي يعني مش عاوز نغلط فيه، من النوع اللي ودن. يسمع ودن ودن، وهو افتكر انه ليه ودن بعد 3 عيال. احنا كنا عايشين في المنصورة في شقتنا هنا هناك، يعني هو بيت عالي. فين كبيرك وكبيره؟ لدرجة ان ايه، ان فلستي بتروح للشقة لمؤاخذة، حكم من اهلك وحكم من اهله. طب ليه ضيوفنا بيقولوا لك ليه ما جبتيش حكم من اهلك وحكم من اهله يا ام حمدي؟ يعني ان حد من العيلة عندك او حد ترتضوا بيه يحكم ما بينكم انتوا الاثنين. والله جبنا يا استاذة، والله العظيم جبنا، بس هو من النوع اللي يقول لي اخواتي وامي مش راضيين بيه، اخواتي وامي مش هصدقوا ما لقوها في مشكله صغيره، لغايه ما كبروها يا استاذه، لغايه ما انا يعني بعد 15 شهر رحت الجأت انها عاوزه بقيت عيالي، طب نجيبهم طريقه ازاي؟ واحنا من طب انت ما بتحاوليش تتواصلي مع جوزك وتحنني قلبه عليكي بما ان هو كان بيحبك؟ يا ابلة من الكلام ده ما ينفعش، هو هيجيب يعني هيبقى كلام وحش هيقول علي لو حتى رنت عليا. يا امي ما فيش مشكله صغيره تخليه ياخد العيال، لازم المشكله تكون فيها حاجه كبيره. والله والله يعني انا اللي ربني، انا كنت هنا، هو عاش هنا معانا في سوهاج هنا، بقى العيال يروحوا ويجوا علي عشان تنطحش الموده، يعني برضه دول عيال ما ينفعش ينطحهم مني. لا، عيالك من حقك ولازم تشوفيهم. هو انت ولادك صغيرين يا ام حمدي؟ ولادك قد ايه؟ 6 سنين، 5 سنين، 2 سنين. ده صغيرين جدا، يعني هم محتاجين والدتهم، محتاجين رعايه، محتاجين رعايه، محتاجين امهم بس، مش محتاجين لغايه يا استاذ، لغايه ما يقول يمسك العيل قدام حد من اهلي يعني في المنصوره، يقول عاوز امك، يقول لا خايف منه، انا مش عارفه مربي عيالي، مربياهم ان احب ابوكم احب امكم، بس حب ابوكم اهم حاجه، ليه ابوكم هيفرق. طب وانت قاعده فين دلوقتي يا ام حمدي؟ انا في بيت اهلي والله، هنكلمك حتى يعني ما حبتش نقول لهم ان نكلم برنامج، يعني لازم كبير من عندك وكبير من عندهم وتقعدوا. طب ما هو ممكن يعمل يحصل لازم تشوفوا حل. لا انا طب انت ما حاولتيش يا ام حمدي، انت معانا لسه؟ شكرا اتصالك. انت معانا. بقول لك طب انت ما حاولتيش ان انت يعني لما تواصلتي معاه ما كانش في منه اي نتيجه خالص ولا اي رجا؟ لا، هو دلوقتي هيقول لي، هو في دماغه دلوقتي عاوز نتجوز، انا عاوز نتجوز ونجيب 6 تانية ليهم. طب ليه؟ طب ما تجيب امهم، طب عيب كده الناس، يعني حتى لدرجه ان هو مش هيتكلم عليه بكلام وحش، هي كانت كويسه، هي كانت حلوه، هي كانت تتمنى لي الرضا رضا، انا لدرجه ان كنت نبص رجلي عشان نكمل مع اولاده، عيب كده، بلاش كلمه اتجوز، بلاش كلمه هنا، يعني انا اللي عملتي ما حدش يعمل، وانا نفس ناس. انت اللي مشيتي من البيت ولا هو اللي مشاكي؟ انا نفسي ناس الصعبه بتاعي، انا كل ست
تسمعي، وكفايه ظلم، كفايه ظلم من الرجاله، كفايه ظلم. يعني انت اللي مشيتي من البيت يا ام حمدي؟ نعم يا ماما. انت اللي مشيتي من البيت ولا هو اللي مشاكي؟ لا انا ضربني ضرب جامد لدرجه بعيني دي مش كنت شايفه منيه. فقررتي ان انت تسيبي البيت؟ اتصلت، لا خرجت، اتصلت على ابوي قلت له يا بابا انا وقعت وتعالى خدني. احنا جينا عشنا هنا لي سنه ونص، بس قعدنا 7 سنين في المنصوره، بس وراني الذل، وراني العذاب كلي، بس استحملت عشان عيالي نربيهم. بس هو مش يعني مش عاوزه نغلط فيه لغايه دلوقتي. اني هو مش بلديتك يا ام حمدي؟ هو مش بلديتك؟ مش من نفس البلد؟ يعني هو ما حدش قادر عليه مثلا؟ يعني هي بنقول لها تحكم من اهلك ما حدش قادر عليه؟ ملوش كبير؟ ما فيش كبير ليه؟ ما عندوش عزيز؟ ما عندوش غالي؟ حد يكون غالي عليه يتدخل في الامر بالحسنى؟ لا ما فيش، عندش يعني ما عاوزش انا نجرح فيه عشان ممكن يعني مش عارفه. مش عايزه تجرحي فيه وعاجبك الجرح اللي انت فيه؟ نعم. لا هي ست اصيله انها مش عايزه بلاش تجرح فيه. بلاش تجرح فيه لان هو ابو ولادها. هو ابو ولادها صحيح، لان الحاجات دي ما بتتنسيش. بس احنا بنتكلم على نقطه انك انت برضو ترضي بالظلم لنفسك طول الفتره دي، دي حاجه مش صح وحاجه مش حلوه ابدا في حقك انك تبعدي عن ولادك وان هم يطلعوا يكرهوكي بدون سبب. حاولي انك انت تكوني اقوى من كده وانت بتاخدي حقك. حكم من اهلك وقالوا زي ما ضيوفنا قالوا، حاولي انك انت تتواصلي معاه بقوه شويه، او حد من اهلك يكون ليه كلمه يتواصل معاه، او حد الراجل ما يحبش المراه الضعيفه. اه طبعا، يعني ما ينفعش ان انت تتهوني في حقك للدرجه دي. يعني مش عايزه اقول لك تلجئي للقضاء، طبعا ده خليه اخر 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 مرحله، لكن ولادك اولا واخيرا من حقك. انت اولى بيهم. توحشت عيالي ليه 13 ما شفتهمش وسمعت صوتهم لدرجه ان مش راضي ان الاهل يعني اهل يعني ناس يعني هانا وهانا يعني. ام حمدي فين ام وابوه فين؟ ابوه فين وامه فين؟ ابوه متوفى الله يرحمه. وامه فين؟ وامه موقفها ايه؟ وعمامه مش في عمده؟ في حد كبير في البلد؟ امه ما ترجحش، والرب لك العيال انا والعيال حبوني والعيال ما تجيبوش وديني قاعده في الشقه معاه. أم أدي أم أدي إخواتي، إخواتي يقولوا لي أنت خدت غصب عنيني، هم كانوش موافقين بجوازتي. طيب يعني يعني وهم جايين يفتكروا دلوقتي إن الجوازة دي فاشلة وما ينفعش إنك تبقي موجودة بعد ما جبتوا تلات وجبت يعني ربنا رزقكم بتلات عيال يعني؟ ما هم من ساعتها يا أستاذة هم وشغالين فيني، بس أنا الحمد لله كنت بحط هي كانت مستحملة، هم كانوا شغالين هي كانت مستحملة على اعتقاد إن هي إن هم ربنا هيهديهم بعد ما خلفوا. هو ده برضك عيب التربية، استحملي سوي عشان العيال عشان ما تتطلقيش، وفي الاخر ثلاث عيال هيتربوا بعيد عنهم. بس هي كانت خدت موقف من الاول، يعني كانت خدت موقف من اول مشكلة. الحضانة دي مكفولة ليكي قانونا وشرعا، خاصة ان الولاد في سن محتاجين امهم رقم واحد طبعا. فاوعي اوعي تتنازلي عن حقك، الجائي لكل الطرق اللي تاخدي بيها ولادك رقم واحد علشان ما يكبروش يطلعوا يقولوا اه امنا اتخلت عننا. انت سامعاني يا ام حمدي؟ سامعك يا حبيبتي. الجائي يعني بكل قوتك وكل ما اوتيتي من قوه، خدي ولادك، مش عايزه اقول لك الجائي للقضاء، بس ده حقك قانونا وشرعا. خدي عيالك، ما تتكلميش على ابوهم. احنا دلوقتي بقى لا بنتكلم على سلايف ولا حما ولا زوج، احنا بنتكلم عن علاقه ام باطفالها. ما ينفعش ان انت تقولي انا مش قادره اخدهم، عمرهم ما هينسوا ان انت يعني هيشوفوا ان انت تخليتي عنهم. دي هتبقى اكبر خساره ليكي يا ام حمدي. ربنا معاكي وقلوبنا كلها يعني كلنا معاكي. ناخد اتصال من ايمان. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حابه اشكر مدام ايمان ومدام نستالينا على الموضوع المهم ده. طب وانا لا متجوزه وعندي سلايف. طب وانا لا طبعا انت اول واحده طبعا. ماشي يا ايمان، قولي لي سلايفك اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا في كده وفي كده. حلو، علاقتك بيهم عامله ايه؟ احنا اخوات وبحس ان احنا سند لبعض، وبالعكس احنا دايما بننصح بعض ودايما واقفين جنب بعض في كل حاجه. وبرجع لكلمه قالتها مدام ايمان. أيوة. ان اهم حاجه الدين والاخلاق، طالما احنا عندنا دين الدنيا هتمشي تمام، ما عندناش دين ومقصرين فيه اكيد طبعا العلاقه هيبقى فيها توتر. مظبوط. بس بحب طبعا اشكر مدام ايمان على الكلمه الجميله اللي هي قالتها دي وبس. انت شرفتينا باتصالك يا ايمان، شكرا جزيلا ليكي. العلاقات يعني معظم الاتصالات ما شاء الله العلاقات ما بين السلايف ايجابيه، صح كده؟ تمام. طيب طبعا احنا كل الناس اللي اتصلوا بينا بنقول لهم يعني برافو ان انتوا قدرتوا تحافظوا على العلاقه الايجابيه، لكن احنا برضو ما زلنا بنتكلم عن الحاجات السلبيه اللي ممكن تحصل ما بين السلفه والتانيه. هل
في طريقه ان احنا نتلاشاها او يعني مثلا لو في سلفه جوزها يعني ايه ربنا مديله شويه عن اخوه، يعني حالته الماديه تفرق شويه عن اخوه، المفروض السلفه الثانيه او الاخت الثانيه ما تتباهاش بكل حاجه، لازم تعمل اعتبار ان هم حالتهم على قدهم. انت كلامك مظبوط يا مدام ايمان. او ظروفهم على قدهم، ما تجيش ده جاب لي، ده جاب لي كذا، ده جاب لي خاتم ذهب، ده عيد جوازنا. هيقوم يكره اخوه. انا هيكره. لا مش هي بتتكلم عن ما هالكره هيطلع في الاخوات. هي بقى تحاول ان هي ما تتباهاش بالحاجات دي، هي برضو يكون عندها الوازع الديني اللي هو بيقول ان انت حتى قدام الفقير ما تتباهاش بحاجه. وبعدين يعني معلش مع احترامي هم الاقربون اولى. الاقربون اولى. انا يحضرني قصه كده، كان في واحده سلفه يعني كانوا في بيت عيله، واحده جوزها غني جدا وبيصرف ببذخ والتاني جوزها على قد حاله. على قده اه. وكانت بترمي الاكل، يعني الكلام ده انا سمعته، كانت بترمي الاكل لسليم ما عدا مثلا في حاجه. وما كانتش بتدي لسلفتها على الرغم ان هي عارفه ان هم ظروفهم الماديه مش دي هي البيئه اللي جايه منها. الاصل هو ده اللي بنقول عليه، الثانيه عشان اصلها كويس فنفسها عفيفه. لكن الثانيه بترمي لي القطط عشان لا اخوه نفسه بترمي، يعني معلش ده نوع من انواع انا يعني عفوا بعتبره نوع من الافتراء. لا اخوه يقول لزوجته، يعني اخوه نفسه يقول لزوجته، يقول لها لا انا اخويا ظروفه على قده. صح، انا شايفه ان هي فعلا بتكون من الزوج. معنا شيماء من القاهره. الو بس ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام شيماء، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، احب احيي كل الناس الجميله اللي مع حضرتك في الاستوديو وبالاخص مدام ايمان، بصراحه كلامها موزون جدا وعاقل. هي فعلا الرق على الراجل هو اللي بيقدر يحكم العلاقه وبيقدر يكون هو، لان لو مشينا ورا السيدات بيخلي العلاقة تبوظ بين الإخوات وبين الأهل وبيبوظوا كل حاجة. المهم إن هو فعلا زي ما مدام إيمان قالت، التربية هي الأساس في كل حاجة. لو هم خارجين البنات من بيت فعلا في تربية وفي دين وفي أخلاق، هيبقى العلاقة بينهم كويسة، هيفرضوا أخلاقهم وتربيتهم هتفرض عليهم كده. أنت سلفة يا شيماء؟ عندك سلايف؟ نعم. عندك سلايف؟ لا ما عنديش خالص، بس أصلاً؟ فعلا لا ما عنديش اخوات زوج خالص. بس انا شايفه قدامي في مراتات اخواتي وفي كل قريبي البنات العلاقه اللي بينهم حسب التربيه وحسب الدين وحسب الاخلاق. انت عندك ولاد؟ لا لسه. ان شاء الله ربنا يرزقك باذن الله. يا رب. ربنا يخلي حضرتك. وعايزه اقول لك ان شاء الله لما ربنا يرزقك بولاد ولدين اوعي تفرقي ما بين السلايف. افتكري الموضوع ده كويس. مدام بتقول ان اهم حاجه التربيه والدين، واحنا اهم حاجه الولاد ما يمشوش ورا مراتاتهم لان دي بتخرب البيوت كلها. صحيح. انه يسمع كلام زوجته وده يسمع كلام زوجته ما ينفعش، وما ينفعش ان احنا نقاطعهم زي ما هي بتقول، لازم ان احنا نعلمهم ازاي يتعاملوا مع بعض واحسن، ونعرفهم الغلط والصح، ان ما نقطعهمش من بعض وما نبقاش فيه اي مشاكل بينهم، لان احنا بنبني اسره، بنربي اجيال جديده، ما ينفعش يبقى فيها ضغائن وما ينفعش يبقى فيها اي مشاكل. شكرا لاتصالك، كلامك مظبوط. بس في الاخر برضو يعني احنا في الاخر بشر، صح كده؟ اكيد. فما فيش حد فينا ممكن ان هو يعني انا مثلا لو غيرانه من حد او حد غيران مني، كستات على العموم يعني عشان بيبقى موضوع الغيره فيهم اكتر، اعتقد ان انا ممكن اعمل مشاكل من غير ما احس بسبب غيرتي. ما انا قلت لحضرتك ان الغيره بتيجي اصلا من ممكن هي بيصدر منها حاجات من غير ما تقصد، وبسبب الحموات زي ما انت وبسبب الحموات وبسبب ان هي بتتباهى او صحيح. بسبب ان هي بتخرج سرها ممكن العميق قوي لسلفتها. قال لي جاب لي رحنا عملنا، حاولي تروح تسلط حماتها وحماها عليها، او تروح تسلط حماتها وحماها عليها ان هي مثلا قديمه فليها ذكريات معاهم، او ممكن الجديده. لا وفي حاجه بقى هقول لحضرتك عليها شائعه قوي قوي دي، يعني معلش بتضايقني قوي بقى، مرات الكبير يعني احيانا مرات الكبير لا تفقه شيئا ولا تعرف اي حاجه، رغم مثلا ان هي ممكن يكون معاها مؤهل عالي، بس ايه يطبق عليها اللي هو يعلم الشيء ويجهله.
يعني الانسان اللي بيعلم الشيء ويجهله، اللي هو معاه بكالوريوس وهو ما بيفهمش اي حاجه. مظبوط. اه يعني لو قعد في قعده ما يعرفش يتكلم كلمتين. مراتي الكبير، مراتي الكبير، اصل اخوكوا الكبير، اخوكوا الكبير. هو انت طب لو كبير ولا طب لو لو لا انا ما انا لو مراتي الكبير ما كنتش انتقدت فيلم مراتي الكبير. صحيح. اه مراتي الكبير تغلط، مراتي الكبير تقرفنا في عيشتنا برضو، مراتي الكبير. طب مراتي الكبير عامله معاكي حاجه؟ مش هنتكلم. مراتي الكبير ست كويس. مراتي الكبير ست كويسه في حالها وانا في حالي. بالنسبه لي انا كسلفه يعني، عشان خاطر ما تحصلش مشاكل. بالنسبه لي انا كسلفه. لا مراتي الكبير بالنسبه لي هي في حالها وانا في حالي من زمان، لان هي كبيره عني سنا، هي كبيره عني، فما فيش اصلا طبعا. وبعدين في اختلاف في الثقافات يعني. اكيد طبعا. احنا لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده كتير هنلاقي كلام كتير قوي نقوله، لكن في الاخر احنا كلنا بشر، وارد جدا ان احنا نحس بمشاعر سلبيه ناحيه اي حد، لكن نحاول المشاعر السلبيه دي ما تاثرش على علاقاتنا الزوجيه، ما تخليش المشاعر السلبيه او الغيره ما بينك وما بين سلفتك تاثر على اخ واخوه، تخلي ولادك طالعين كارهين ولاد عمهم او هم يكرهوهم. ده اللي احنا عايزين نوصله في النهايه. طبعا انا بشكر كل الناس اللي كلمتنا وتواصلت معانا النهارده، كل الناس اللي عندها مشاكل قلبنا فعلا معاكم. ضيوفنا الجمال مدام ايمان، الله يخليكي، ربنا يخليك بكلامك الموضوع الجميل، ربنا يخليك. خاله نفتالينا، اهلا بيك. طبعا كان يعني رايك دايما دايما بيبقى على راسنا، لانك انت بتتكلمي عن الناس ولاد البلد ولاد الاصول. شكرا ليكم، شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. استنونا في حلقة